تخيل معاي عندك قطة بهالجمال، والأهم تتمتع بصحة جيدة. وفجأة تشوفها بهالحالة. موضوعنا في غاية الأهمية، مرض الهربس عند القطط. أنا كلي ثقة فيكم أن أنتوا ما راح تقصرون تدعمون هذا الفيديو بالضغط على لايك ونسخ رابط الفيديو ونشره عبر الواتساب للأصدقاء المهتمين في تربية القطط. هربس القطط هو مرض شائع جداً ومعدي وقد يكون مهدد للحياة. كثير منكم ما قد سمع عنه، ما يعرف يميز علامات المرض ولا طريقة انتشاره والوقاية منه. وللأسف بسبب عدم معرفة بعض المربين بهذا المرض، وبالإضافة إلى قلة خبرة بعض الأطباء البيطريين بهذا المرض، شي يصير؟ تجيني حالات متقدمة من الهربس فيروس، أو حالات مربيين عندهم قطط انتشر بين قططهم الأخرى بشكل سريع ومخيف. راح أعطيكم معلومات التعرف على علامات وأعراض المرض، كذلك كيفية انتشار الفيروس، والأهم طرق الوقاية منه. بالتالي لما تشوفون الأعراض ما تهملونها، على طول تطلبون المساعدة البيطرية في أسرع وقت. يعتبر فيروس الهربس من الفيروسات اللي تؤثر بشكل أساسي على الجهاز التنفسي العلوي وبنية العين. هو السبب الأكثر شيوعاً للعطس وأفرازات الأنف ومشاكل العين في القطط. يصيب القطط في أي عمر، لكن أكثر شيوعاً في القطط الصغيرة قبل التطعيم. القطط ضعيفة المناعة، القطط الضالة، والقطط التي تعيش في مجموعة كبيرة مثل قطط الملاجئ. يصاب البشر والكلاب أيضاً بالهربس فيروس، لكن سلالة الفيروس المسببة للقطط مختلفة عن سلالة الفيروس المسببة للبشر وأيضاً للكلاب، لذا القطط لا تنقل الهربس فيروس إلى الكلاب والبشر. ممكن الأعراض تكون خفيفة جداً أو شديدة جداً على حسب العمر وصحة القطط ومناعتها، يعني مثل القطط الغير مطعمة والقطط المصابة بنقص المناعة راح تصاب بأعراض أكثر خطورة. وبشكل أساسي الهربس يؤثر على الجهاز التنفسي والعين، لكن له تأثيرات أخرى، ومن أبرز الأعراض الحمى، العطس، السعال، فرازات الأنف، فقدان الشهية وصعوبة التنفس، الالتهاب الرئوي في الحالات الحادة، احمرار العين والالتهابات الملتحمة، فرازات العين تكون مخاطية شفافة، تغييرات في لون العين، قرحة القرنية، خدوش أو تمزق في الجزء الصافي من العين، احمرار الجلد حول العين والتقشر وتساقط الشعر في المنطقة، خمول، تضخم الغدد اللمفاوية، تقرحات على الجلد حول الفم والأنف، قرحات على اللسان. كيف ينتشر فيروس هربس القطط؟ من خلال ملامسة افرازات العين، الأنف، مشاركة أوعية الطعام والماء وصناديق قضاء حاجتها مع القطط المصابة. أيضا ينتقل من القطط الأمهات المصابات إلى صغارها الرضع. الطبيب البيطري صاحب خبرة راح يشخص المرض عبر مجموعة فحوصات. بعد التشخيص راح تكون القطط في حجر خاص مع خطة علاجية يقوم بها الطبيب البيطري. الوقاية من انتشار المرض، يوجد له تطعيم.
من عمر 8 أسابيع تقريبا نعطي التطعيم، وبعد شهر له جرعة منشطة اللي عليك تلتزم لهم ببرنامج التطعيم ولا تتأخر على تطعيماتهم. وحتى لو قطتك كبيرة في العمر وما طعمتهم من قبل، ممكن توديهم للتطعيم علشان ما يصيبهم الهربس فيروس وتخسرهم، وحتى لو صابهم تكون نسبة الخطورة أقل من القطط الغير مطعمة. إذا كنت مربي قطط كثيرة، وفر لهم المساحة الكافية وعدة أوعية للشرب والأكل وصناديق فضلات مناسبة للعدد الموجود حتى تقلل خطر انتقال العدوى. افصل القطط اللي تظهر عليها علامات المرض عن باقي القطط. تنظيف وتعقيم المساحة التي توجد فيها القطط المصابة، ولا تنسى تعقم الأوعية اللي تاكل فيها وتشرب فيها وصناديق قضاء حاجتها. بعد العلاج بعض القطط يزول منها الفيروس، لكن معظمها ستحمله مدى الحياة وتصبح ناقلات مزمنة له. يظل الفيروس كامن لفترات طويلة، لكن ينشط عندما يضعف جهاز المناعة، لذا يجب أن تحافظ لها على الفحوصات الدورية عند الطبيب البيطري وتقدم لها الرعاية الطبية أول ما تشوف عليها الأعراض. مع الرعاية المناسبة والالتزام بتعليمات الطبيب، ممكن القطط تعيش حياة سعيدة وصحية. أما الإهمال راح يسبب معاناة للقطط ومضاعفات مثل فقدانها للبصر، وفي النهاية طبعاً موت مؤلم، لذا لا تحمل الحالة.